القضية تويتر القضية هي مرة أخرى، ولكن هذا الصمود وسوف يستمر، والنضال من أجل حقوق الإنسان سوف يستمر. ما هذه إلا يعني محاولة أخرى لقمع حرية الناس في التعبير عن آرائها. حقيقة أنني يشعرني للأسف أن أرى هؤلاء العشرات من الناس يحيطون بمنزلي، ليس للقبض على مجرما وإنما للقبض على شخص يعبر عن رأيه. للأسف الشديد هذا يدل ويبين أن الأوضاع متجهة من سيء إلى أسوأ، ولكن الأكيد أن النضال سوف يستمر من أجل حقوق الإنسان والكفاح من أجل العدالة في هذه البلاد. ووقف كل الانتهاكات والتعذيب والجرائم سوف يستمر حتى أن تتوقف، وكل هذه الشرطة وكل هذه الرجال وكل هؤلاء الناس سوف لن يوقفوا عملي ولن يوقفوا كفاحي ونضالي.